مع طلوع الفجر تبدأ ساعات يومهم الطويلة تحت شمس تلفح وجوههم. يحملون أحجارا صارت أخف عليهم وهم المثقلون بويلات النزوح. بنش وجه آخر لمعاناة الهاربين من صواريخ النظام السوري. جينا على الأراضي المحررة لهون والمعيشة صعبة، عم نشتغل من الصبح للمغرب ما نعم نطلع 6000 حق الخبز والبنزين، بدنا فوقين 10000 ليمشي الحال. بليرات معدودة لا تسد رمقهم مجبرون على العمل ساعات طوال، بالكاد يسترقون منها لحظات استراحة على عجل. بين ركام الخردة يبحث أحمد عما تيسر من رزق كي لا يعود إلى أهله مساء خاوي الوفاض. عم نشتغل مركز خردة هون من الصباح للمساء 12 ساعة، يومي 12 ليرات تقريبا تركي، ما عم تكفينا شيء، يعني دخان وأجار بيت وقلة، ما عم يعني عم يجي الخميس أو الجمعة ما عم يتم ولا حق الدخان عنا وغلا كتير. سنوات الحرب والعقوبات الأمريكية دفعت الناس إلى التعامل بالعملة التركية بعد انهيار الليرة السورية، آملين أن ترفع عنهم ما يكابدونه من معاناة. العمال بيشتغلوا ما نموصلين أجار يكفيهم، والله منهم بيشتري بندورة بالقرصين وثلاثة وخيارتين يمشي فطوره بس وما عاد يكفيه، ما بالك اللي عنده عائلة 6-7 أولاد. التعامل بالليرة التركية لم يغير شيئا من وضع النازحين في ريف إدلب. انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار أثقل كاهلهم، فأصبح الحصول على ربطة خبز وبعض من الخضروات ترفا، أضحى عند أغلب النازحين صعب المنال.